السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم النظرة اللي هي الرقية، اللي هي الرقية دي ده مرض وعلاجه بالرقية، والرقية لازم يبقى قرآن كريم. فأنا يعني 7 حالات أنا هبقى أجيب هتكلم عنهم، لكن هتكلم عن حاجة واحدة دلوقتي. اللي كان جاني واحد عنده لمؤاخذة حيوان بقرة يعني، وعلى وضع يعني حالة ولادة وكده خلال الأسبوع والعجزة كده، بس نايمة في الأرض وعيانة ما بتتحركش ما بتاكلش، وجاي طبعا عشان هي حامل وعلى وش ولادة، وطبعا العجل اللي هيطلع تمنه قد كده، فجاي إيه مهموم في الموضوع ده. أنا رحت أكشف عليها لقيت كل أعراض المرض موجودة فيها ظاهريا، لكن لما جيت افحص كترمومتر حراره نبض مثلا درجه حراره مثلا تحاليل اي حاجه من الحاجات الاخرى دي، لقيت الموضوع ان ما فيهاش حاجه وان كلها سليمه. في حاله قابلتني برضو لانسان وحصل انه هو والسكينه اللي في ايده وفرختين كان بيذبحهم انضربوا بنظره واحده. فهو طبعا لما جه لجأني للموضوع ده، فأنا قلت له بالنسبة للموضوع ده دي نظرة. هو كان على ديانة غير الإسلام، وطبعا الكلام ده من له تقريبا 10 سنين حاجة زي كده، من محافظة تانية خارج القاهرة. فأنا قلت له أنت عندك في الكتاب المقدس في عندك آيات بتتكلم عن النظرة والحسد حاجات زي دي، فانت لو قريت في وسط الفراخ او على السكينه وعلى الفرختين والكلام ده الموضوع ده، فهتلاقي نفسك هتذبح وهتاكل. فهو طبعا قال لي طبعا ما تيجي انت تعمل الموضوع ده. فقلت له والله انا ما اقدرش اجي معاك دلوقتي لان عندي ظروف، ممكن كان يعني مثلا هذا السبت ممكن يوم الاربعاء اروح معاك، لان طبعا هروح اسافر معاه محافظه خارج القاهره. فطبعا هو بعد 2 3 أيام قابلته انا، فقلت له الوضع عملت ايه؟ قال لي والله الحمد لله ذبحنا الفراخ وكلناها، هو الراجل قال لي، والسكينه ذبحته وكله تمام. قلت له طب عملت ايه؟ قال لي انا قريت من الكتاب عندهم في الكتاب المقدس، وقريت حتى من دينكم من القران. قلت له انت حافظ حاجه من عندي؟ قال لي اه. فراح قال لي ايه؟ قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس وأراهم ومشيت. فده يبين لك إن أي كتاب سماوي لو جبت منه أي آيات من التوراة من الإنجيل من الكتاب المقدس من القرآن، أي كتاب سماوي وحاجة بتتكلم عن الحسد أو النظرة أو حاجة زي كده أو الشفاء، وقريتها على الحاجة المصابة هتخف وتقوم. وهو فعلا قالوا كده. لكن المشكلة انه كان عنده ايه، كان عنده صداع دائم بعد الموضوع ده، وطبعا يعني كل ما يكشف ويروح لدكتور ويروح هنا كلهم يقولوا عندك سليم. فجه بيقول لك ما يكونش دي نظرة. قلت طبعا النظرة لما جت ضربت السكينة، ضربت الفرختين اللي بتذبحهم، وضربت دماغك 3 في وقت واحد، يعني مش هتضرب حاجة وتسيب حاجة. والنظرة بتصيب الجماد وبتصيب الحيوان وبتصيب الإنسان، وملهاش علاج إلا إيه؟ إلا من الكتاب المقدس أو من القرآن الكريم، مهم كتاب سماوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. والسلام.